عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. النهارده هنتكلم عن برج الثور، وان شاء الله باذن الله يكون عنده كل ما هو جميل الفتره القادمه، ويكون عنده الخير والرزق والتفاؤل، ويكون عنده الطريق اللي هو محتاج الدعم فيه. يلا بينا برج الثور، ادعم الفيديو عشان خاطر الفيديو ده مهم جدا ليك. الثور، اول حاجه يا برج الثور، انت قدامك طريق سفر وانت محتار، او قدامك طريقين وانت محتار ومتردد ومش عارف تعمل ايه ومش قادر تاخد القرار، بس عاوز تحسبها كويس جدا، تحسبها ماديا، مجهود، تعب، كل حاجه بتحسبها كويس جدا جدا جدا. في شخص قريب منك، ممكن يكون في شغلك او قريب من بيتك، بس الشخص ده يعني ايه، معجب بيكم جدا جدا جدا. الشخص ده معجب بيكم جدا جدا بقاله فترة، ممكن كمان يكون بيحبكم، وممكن كمان تكونوا انتم معجبين بيه، الله اعلم، بس بينكم في اعجاب، بينكم وبين الشخص ده في اعجاب، والاعجاب ده كبير جدا. او انتوا الله اعلم برضو انتوا ايه نيتكم او ايه حياتكم اتجاه، بس انا شايفه ان انتوا هيكون على كتب او شخص جديد تتعرفوا عليه باذن الله. ده اول طريق اتفتح في الطالع بتاعكم الفتره القادمه، عندكم تغيير في حياتكم. بس شايفه كمان يا برج الثور ان انا عايزاك تحذر، عايزاك تحذر، في اشخاص حواليك مسيطرين على حياتك وبيتحكموا فيك بتفكيرهم وبمزاجهم، هم اللي بيفعلوا هم كل حاجة. انت يا برج الثور تعرضت لصدمات كتيرة جدا وخذلان من ناس انت بتحبهم وثقت فيهم وفقدت ناس غالية عليك وعلى قلبك، كان وجودهم في حياتك سند وقوة ودايما كانوا بيسندوك، بس انت حاليا بقيت الناس بتفهمك غلط وبقيت بتتحسد لما بتشتكي لحد. انت دلوقتي بتشتكي همك لربنا فقط لغير، علشان عايش حياة صعبة في حياتك. عايزاك تصبر لان الفرج والصبر جميل وربنا هيجبر بخاطرك. الصداع والحيرة والتوهان والتشتت ده كله هتطلع منه، انت حيران وتايه ومصدوم ومصدع كمان، في ألم في جسمك غير طبيعي، نغزة، ألم، ظلم، كسرة، الله أعلم، بس في ألم في جسمك غير طبيعي في حياتك، ما شاء الله الناس مش سايباك في حالك. في ناس رجعت لك من الماضي يا برج الثور، أو في ناس هترجع لك الفترة اللي جاية. في ناس معرفتش قيمتك ولا عرفت قد إيه أنت إنسان جميل وإنسان حلو، أنت مش قادر ترجع، لو هم رجعوا لك انت مش هتكون قادر ترجعهم مكانتهم تاني زي الاول، عشان انت تفكيرك ما بقاش زي الاول، ما بقتش ترضى باي كلام حتى لو كان حلو، بقيت تحسب الامور كويس جدا وبدات تدي كل شخص مكانه اللي هو يستاهله. قول لي يا برج الثور، انت هنا بتبيع وتشتري، او انت عايز تشتري، او انت ناوي على مشروع، او ناوي على حاجة معينة. في واحدة ست هنا عجوزة شغلة بالها بيك وبتتمنى لك الشر، خليك بعيد عنها في التعامل بينك وبينها، وما تحكيش معاها ابدا، ما تحكيش معاها ابدا. شايفة كمان يا برج الثور ان انت هيكون عندك مناسبة عائلية الفترة اللي جاية دي، ممكن تكون بشرة سارة، او هتكون خبر حلو، وفي نفس الوقت هتقابل ناس بتحبهم وليك فترة ما شفتهمش. شايفة النفور اللي بينك وما بين الشريك، او العتاب اللي بينك وما بين الشريك بسبب الاهمال، او بسبب ان علاقتكم بدأت تكون فيها مشاكل، بس شايفة ان هي هتبدأ تاني هتبدأ تاني الفترة القادمة، هيكون بداية جديدة. وشايفه يا برج الثور انه ربنا ينجيك من كيد النساء ومن اقرب الناس اللي هم الصحاب اللي انت فاكرهم مخلصين ليك، الاقرب الناس اللي هم فاكرهم مخلصين ليك. برج الثور حاليا ما بقاش يسمح لاي حد يعامله بمزاجه، وشايف كمان ان هو بدات ان انت تكون حكيم في كل تصرفاتك.
شايفة يا برج التور ان انت لما بتعامل حد كويس بينكر الجميل، بتعامل حد كويس بينكر الجميل. شايفة كمان ان عدوك بدأت ان انت ما تسمحلوش ان هو يتدخل في حياتك مع وجودك في اي مكان. شايف يا برج التور، شايفة ان انت لغيت موعد، لغيت لقاء او لغيت عتاب او لغيت رحلة، الله اعلم، انت لغيت موعد او زيارة، والاحسن ان انت لغيت الموعد ده، احسن حاجة ان انت لغيت الموعد ده عشان الموعد ده كان فيه اذيتك. اللقاء او الحفرة او زي الحاجة اللي انت لغيتها دي هتكون فيها، كان فيها اذيتك. قولي يا برج التور، انت معاك تواصل مع شخص على موقع التواصل الاجتماعي، او في حد عايز يتواصل معاك على الشخص على الموقع التواصل الاجتماعي، عاوز يقرب منك، او زي ما قلت لك من اول الفيديو هو معجب بيك، او عايز يتكلم معاك، والله اعلم. وانا شفته لك تاني. شايفه للناس المنفصلين عوده ورجوع غائب، وشخص هيعترف لك ان هو بيحبك بس بالفعل مش بالكلام. عندك رزق قريب منك بعد خطوتين او نقطتين، بعد خطوتين او نقطتين هيكون عندك انطلاقة جديدة افضل بحياتك. رسالتك بتقول لك تفاؤل، لان التفاؤل جميل والصبر حلو جدا الفترة القادمة. شايفة كمان يا برج التور ان انت مش بخير، انت 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 من جواك اختلاف ودموع، في دموع على اطراف عينك، حتى قلبك بيوجعك. بدأت ان انت حاسس ان حياتك فيها خراب، وانت ما تعرفش ربنا بيرتب لك ايه. اصبحت انت ما بقتش تتكلم كتير، حتى الابتسامة ما بقتش تطلع منك. عينيك اللي كانت تدي كل الحياة فرح بقيت دايما صامت، وبقيت دايما عايز تعيش لوحدك، وبقيت تفكر في حياتك هتفعل فيها ايه. شايفة كمان ان انت بتفكر في موضوع، في ورقة، في شوية حاجات، بس مأجل القرار دلوقتي. في ناس بتراقبك ودايما عاملالك تقيل على حياتك، ودايما مراقبة كل امورك، ودول الناس اللي حاسدينك. للأسف يا برج التور انت محدش دمرك وأذاك نفسيا غير اللي انت فضلتهم على نفسك واتمنتهم الرضا يرضوا، هم اللي أذوك. السنة دي كانت لبرج التور أغرب سنة عدت عليه، ظهرت لك كل واحد على حقيقته، يعني كنت شايفهم مفيش غير ان هم جدعان وكويسين، بس انت بدأت فعلا اكتشفتهم على حقيقتهم، واكتشفت قد ايه هم كانوا من جواهم اتجاهك نيات خبيثة، وان انت كانوا دايما عايزين يخربوا بيتك. عارف يا برج التور، انت لحظات حزنك وخيبة املك في الأوقات دي بدأت تشعر بضيق في التنفس وخنقة غير طبيعية، وإن شاء الله بإذن الله ربنا هيوسع رزقك. عارف الموضوع اللي شغلك والحاجة اللي نفسك تحصل، ربنا بيدبرها لك، ربنا بيدبرها لك، وبيقول لك ابشر إن شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية هيكون أملك في الحياة حلو. اللون البنفسجي انت بتحبه جدا، اللون البنفسجي انت بتحبه جدا، وعلشان كده انت عندك حاجات كتيرة جدا منه. شايفة كمان انه انت من اكتر الناس اللي هي تعرضت لخيبات الامل في الحياة، وتعرضت لألم في الجسم غير طبيعي، تعرضت للألم في الجسم غير طبيعي، فقدت الثقة بالناس، فقدت الثقة بالآخرين، فقدت الثقة حتى بنفسك يا برج التور. عندك خوف من بكرة، عندك خوف من بكرة، علشان خاطر انت اتظلمت، عشان خاطر انت اتظلمت. قول لي يا برج التور، ايه اللي حاصل معاك ومزعلك مخليك متضايق ومخنوق؟ حتى في حياتك العاطفية الشريك مزعلك، الشريك خذلك، سرقك، كسرك، الله أعلم. الشخص المقرب ليك هو اللي ظلمك، الشخص المقرب ليك زعلك، ظلمك، عمل لك توتر. شايفة ان انت حيران هنا وبتسأل نفسك، يا هل ترى انا زعلان ليه؟ يا هل ترى انا متضايق ليه؟ يا هل ترى مخنوق ليه؟ قلبك دايما في ألم، قلبك ألم في قلبك دايما في ألم غير طبيعي، بس
يا برج الثور، انت اليومين دول لازم تهدي اعصابك، انت اصلا محتاج رحلة بعيد عن الناس، ومحتاج انطلاقة جديدة مختلفة عن الناس، هما اللي خانوك واللي ظلموك كسروك. قولي، اللهفة والاشتياق، اللهفة والاشتياق من اقرب الناس ليك، هما بعاد عنك، او انت مشتاق لحد بعيد عنك، مشتاق لحد بعيد عنك ونفسك تشوفه، او نفسك ربنا يفك كربه ويفك ظلمه. انت عارف يا برج التور ايه مشكلتك؟ ان انت شلت هم الدنيا على كتفك، شلت هم الدنيا على كتفك، شلت هم الحياة كلها على كتفك، وماشي بتركض في الحياة ركض، بتركض في الحياة ركض. في عقربة وراك يا برج التور، في عقربة وراك يا برج التور، وهي من اقرب الناس ليك، من اقرب الناس ليك. العقربة دي مش عايزاك ترتاح خالص، ولا عايزاك تحط دماغك على المخدة وتكون مرتاح، مش عايزاك تكون مرتاح. انت اترقيت، بس دايما حد، في حد وراك، او انت كان عندك مواجهة وطلعت منها الله اعلم، بس انا شايفاك ان انت هتطلع منصور، هتطلع منصور الفترة اللي جاية يا برج التور. بس مش عايزك تخاف ابدا، مش عايزك تخاف ابدا، عشان انت خايف على حاجات كتيرة جدا في حياتك، في حاجات كتيرة جدا خايف عليها في حياتك، ابنك، اخوك، اختك، الله اعلم، في حاجات عندك خايف عليها. شايف ان انت عندك رجوع خطوة لورا، عندك رجوع خطوة لورا، بس رغم كده عندك بداية جديدة، عندك بداية جديدة. الحمامة جايبالك رسالة حلوة جدا يا برج التور، الحمامة جايبالك رسالة حلوة جدا. شايفة كمان هيكون عندك خبر حلو انت هتسمعه الفترة اللي جاية، خلال الاسبوع اللي قادم يا برج التور، خلال الاسبوع اللي جاي هيكون عندك خبر حلو جدا، هيديك فرحة وهيديك انطلاقة حلوة جدا. هتكون قاعد في حالك وهتكون مع نفسك، هتكون قاعد في حالك وقاعد مع نفسك، وهتسمع الخبر اللي هيديك الفرحة وهيديك الانطلاقة الجديدة. الخبر اللي انت هتسمعه ممكن كمان يكون خبر حمل، الله اعلم، بس الخبر ده هيفرحك وهيفرح ارض البيت عندك، الخبر ده هيفرحك وهيفرح ارض البيت عندك باذن الله ان شاء الله الفترة القادمة. مش عايزاك تخاف من اي حاجة يا برج التور، القوة انت بتستعدها من اقرب، مش من اقرب الناس ليك، من شخص دايما بيدعمك. هتقولي انا من صغر سني وانا بعاني وبعافر وجاهد وبكافح عشان اوصل لهدفي، بس باذن الله هتوصل، باذن الله هتوصل، وهتلاقي المقابل اللي انت مستنيه، او هتحصد حصد تاما لحياتك الفترة اللي جاية باذن الله. ربنا هيقف جنبك وهيكتشف لك الاعداء، وهيكتشف لك الاعداء، وهيكتشف لك الست اللي بتجدد الطاقة، السحر بتجدد لك الطاقة السلبية في حياتك، عشان انا شايفة لك رزق الفترة اللي جاية، انت ناوي على تغيير، وباذن الله التغيير هيحصل لك. الرزق عندك حاليا قليل، او الرزق جالك الفترة دي وراح منك وما تعرفش هو راح منك ازاي، بس انا شايفة لك باذن الله الرزق اللي هيجي لك الفترة دي هيغير من نفسيتك، او هيديك الانطلاقات اللي انت عايزها ومستنيها باذن الله الفترة اللي جاية. الحياة حلوة لسه قدامك، الحياة لسه حلوة قدامك. هتقولي انا اتطعنت، انا اتخذلت، انا اتظلمت، حتى الشريك سرقني، حتى الشريك ظلمني، ابو ولادي هو اللي كسرني وتهمني، بس ما تقلقش، التعويض جاي لك، التعويض جاي لك الفترة اللي جاية، وان شاء الله باذن الله ربنا هيعوضك. انت ساعدت ناس هنا يا برج التور، ساعدت ناس وضحيت من اجل ناس، وهم اللي جوا عليك، هم اللي جوا عليك. عندك شخص بوشين، شخص بوشين، بيقول لك انت كلام وبيروح للناس التانية بيقول لها كلام، او انت دخلت حد في علاقتك، في علاقاتك طرف ثالث تدخل في حياتك. حاول ان انت ما تأمنش من الكلام اللي انت بتسمعه، انت ما تأمنش بالكلام اللي انت بتسمعه، عشان الحيرة دي تطلع منها، الحيرة اللي انت فيها دي تطلع منها. عندك مواجهة بينك وما بين اشخاص، المواجهة دي انت حيران من الكلام اللي انت سمعته. قولي مين اللي قدم لك اعتذار يا برج التور، مين اللي قدم لك اعتذار؟ عايزاك تاخد القرار الصح، مش عايزاك تندم يا برج التور على
القرار اللي انت هتاخده، القرار اللي انت هتاخده مش عايزك تندم عليه. انت هنا هيكون عندك اختيارين، الاختيارين ده ممكن اختيار سفر او اختيار بين اشخاصين انت هتختارهم. اختار انت هتاخده، حاول تختار القرار الصح علشان ما تتظلمش، عشان خاطر ما تندم. حط عينيك في وسط راسك، حط عينيك في وسط راسك عشان تعرف ازاي، تعرف ازاي. برج الثور بيحب وقفة المطبخ جدا، برج الثور بيحب وقفة المطبخ جدا. وقفة المطبخ دي هتديك الطاقة، هتخليك تطلع من اللي انت فيه، بتخليك تطلع من اللي انت فيه. قولي يا برج الثور، الشخص المقرب منك ده، الشخص المقرب منك هتحذر منه ولا ناوي ان هو يجيب لك الضربة النهائية؟ انا عايزك تحذر من الشخص المقرب منك، اللي هم المقربين منك اللي في شغلك، المقربين منك اللي في شغلك، اللي غيرانين منك عشان انت هتترقى، اللي هيغيرانين منك ان انت هتترقى وهتكون احسن منه. حافظ على اسرارك وحافظ على حياتك عشان خاطر الظلم وراك وراك، ومش عايزينك يسبوك في حالك. عندك خير الفترة اللي جاية، الخير ده هيكون عندك انطلاقة حلوة وهيديك فرصة جديدة، هيديك فرصة حلوة. انا شايفة لك توقعاتك حلوة يا برج الثور. امال مالك مهموم ليه؟ مالك حزين ليه؟ بتسأل نفسك انا فيا ايه؟ انت بس الحسد، الحسد، الحسد ملخبط حياتك. الحسد هي الحسد خارب حياتك، الحسد خارب بيتك، الحسد مخليك دايما بينك وما بين الشريك نفور، مخلي دايما بينك وبين الشريك ظلم، مخلي بينك وبين الشريك انت مش عارف تعمل ايه او تطلع منه ازاي. يا برج الثور انت حظك حلو في الحياة، انت حظك حلو في الحياة، بس ما تقلقش والله عندك انطلاقات حلوة وعندك تغيير جذري بإذن الله الفترة القادمة. شايفانك كمان انطلاقة جديدة انت ما توقعتهاش، انطلاقة جديدة انت مش متوقعها. شايفانك كمان فرحة في أرض البيت عندك، انت مستني سفر او مستني انطلاقات حلوة، الله اعلم، معرفش انت مستني ايه، بس مش عايزاك تيأس ابدا، مش عايزاك تيأس ابدا، عشان خاطر كل المشاكل اللي عندك دي هتتحل، المشاكل اللي عندك دي كلها هتتحل بإذن الله. وهتسمع اشخاص، هتسمع قد ايه الاشخاص اللي ظلموك واللي هم يعني انا عايز اقولك انه ربنا هيكبر بخاطرك، وهتشوف قد ايه الناس اللي ظلموك، هتشوف قد ايه الناس اللي ظلموك، إيه ربنا قصر بنفسهم وربنا ظلمهم. انت عندك وجع في حياتك. برج الثور عنده عرق النساء، برج الثور عنده عرق النساء. بص يا برج الثور، الست السودة اللي واقفالك دي، الست السودة اللي واقفالك دايما بالها مشغول بيك. انت بدأت يا برج الثور ان انت تكون لوحدك، من كتر ما انت انخزلت من اقرب الناس ليك وانحرمت من الفرحة طول عمرك، حتى الظلم اللي وقع عليك اثر على ولادك اللي هم نفروك، اللي هم بعدوا عنك. انا شايفة لك انطلاقات كتيرة جدا. انت قطعت علاقتك مع برج الجوزاء عشان ظلمك وخيب ظنك وشيلك الهم، شيلك الهم. دايما برج الجوزاء في مشاكل وفي نفور بينه وما بين الشخص المقرب ليه، في نفور بينه وما بين الشخص المقرب ليه. قول لي يا برج الثور، انت شاكك في مين؟ في الناس اللي هي طعنوك واللي هم بيجددوا لك السحر. بس ما تقلقش، انت عندك بداية جديدة والله يا برج الثور، انت عندك بداية جديدة انت ما كنتش متوقعها خالص، انت ما كنتش متوقعها خالص، عشان انا شايفة انه قراءتك قراءة كلها مفصلة قدام عيني، قراءة مفصلة قدام عيني، وشايفة لك الانطلاقات والخطوات اللي انت لازم تخطيها عشان تغير من نفسيتك. والله شايفة لك امور عكس ما انت تتوقع، بس انا دايما مش عايزاك تخسر ناس مقربين منك، هم بيدعموك وبيحبوك، هم بيدعموك وبيحبوك. بص يا برج الثور،
النفور اللي انت فيه ده والله هتطلع منه، النفور اللي انت فيه ده هتطلع منه الفترة اللي جاية. انا شايفة كمان ان الغدر دايما بيجيلك من اقرب الناس ليك، اللي هم عاملين لك حسد، اللي هم عاملين لك حسد، واللي هم اتخذلت منهم، واللي هم ظلموك، فلوسك راحت منك وانكسر قلبك على ناس ما تستاهلش، فلوسك راحت منك واتكسر قلبك على ناس ما تستاهل. انت ليك من فترة اللي فاتت دي قدمت على شغل، وان شاء الله باذن الله هيتصلوا بيك عشان خاطر يقولوا لك انت اتقبلت ان شاء الله باذن الله. عندك انفصال بينك وما بين برج العقرب، عندك انفصال بينك وما بين برج العقرب، وعندك لقاء مع الشريك القادم. حاسس ان انت فعلا حياتك كلها لخبطة واتظلمت كتير، بس باذن الله الراحة هتكون من اصيبك الفترة اللي جاية. ولاد الحرام ما خلوش لولاد الحلال حاجة يا برج التور. السلسلة اللي ضاعت منك دي مش هتلاقيها، بس هتعرف مين سرقها. السلسلة اللي راحت منك دي، او الخاتم او الهدوم او حاجاتك اللي راحت منك، انت مش هتلاقيها، بس هتعرف مين اللي سرقها، هتعرف مين اللي سرقها الفترة اللي جاية. القرين عندك مخليك بتصحى من النوم مصدع متوتر، مش عارف تعمل ايه ولا تبدأ يومك ازاي. ده القرين عندك مش سايبك في حالك. الخيانة اللي انت اكتشفتها دي عملت لك صدمة نفسية، الخيانة اللي انت عملتها عملت لك صدمة نفسية. انت المشاكل اللي بينك ومشيت هتتحل. عندك مين مريض؟ عندك ابن مريض ولا عندك اخ ولا اخت؟ مين مريض عندك يا برج التور ودايما بالك مشغول بيه؟ قولي حرف الميم والعين والالف والدال، حرف الميم والعين والالف والدال والره كمان، والره كمان، دول كلهم ظالمينك وكلهم مش عارف تعمل معاهم ايه، مش عارف تعمل معاهم ايه. دول كسروا نفسك، كسروا نفسك. باذن الله، باذن الله الفتره القادمه هتكون فترتك، الفتره القادمه الحظ هيحالف ايامك، وهيبقى عندك انطلاقات عكس ما انت تتخيل، عكس ما انت تتخيل. اتمنى لك السعاده والهنا والرزق والتفاؤل. صل على الحبيب دايما، ان شاء الله باذن الله هيكون عندك انطلاقات حلوه. عندك علاقة سامة ونرجسية مع برج العذراء، اللي هو تعبك واللي هو ظلمك وعمل لك حاجات مشاكل. الأيام ظلمتك وجت عليك، بس ما تقلقش. برج الكوس عندك صدمك وخانك، برج الكوس عندك صدمك وخانك وعمل لك توتر، عمل لك توتر في حياتك مش متخيله أبدا، أنت مكنتش متخيله. مين اللي عندك مسجون في حياتك؟ مين اللي عندك مسجون في حياتك؟ برج الجوزاء ده مين؟ برج العذراء اللي اتظلمت. انت عندك اطفال او عندك بنات يا برج التور، خلي بالك، خلي بالك منهم وخلي بالك عليهم. عندك خطوبة في ارض البيت، لاما لحد منهم لاما ليك، الله اعلم، الله اعلم. اللي اتسرق من بيتك ربنا هيعوضك فيه، عشان انا شايفة ان انت بالك مشغول وبتسأل مين اللي سرقني. اللي اتسرق من بيتك ربنا هيعوضك اكتر من اللي اتسرق، بس انت دايما خلي بالك من اقرب الناس ليك واللي هم حواليك، خلي بالك من اقرب الناس ليك واللي هم حواليك. باذن الله الكسرة اللي انت اتكسرتها دي ربنا هيقف معاك، ربنا هيقف معاك، عشان انت تستاهل الحياة الحلوة، انت تستاهل الحياة الحلوة. الحياة بكتك كتير جدا يا برج التور، الحياة بكتك كتير جدا، عايشتك في بلاوي سودة. حاسس ان انت اعصابك تعبانة ومتوتر، واتظلمت كتير جدا من الناس اللي هي حواليك، اتظلمت كتير جدا من الناس اللي هم حواليك. عندك اهل الشريك اللي هي سلفتك، سلفتك يا برج التور دي صدمتك، دي مش سايباك في حالك من زمان، وهي بتجدد لك الطاقات السلبية من زمان، ان هي بتجدد لك الطاقات السلبية.
برج الثور الفترة دي عنده فرحة خطوبة وفرحة جواز ان شاء الله بإذن الله، فرحة خطوبة وفرحة جواز، وان شاء الله بإذن الله ربنا دايما هيدعمك ودايما هيديك الانطلاقات الجديدة. ادعمني عشان انزل لك جزء من كرامتك الفترة القادمة بإذن الله. الديون اللي عليك هتسدها، السحر اللي اتعمل لك فرقك بينك وما بين المشاكل. انت مستني خطوبة من برج الحوت يا برج الثور، مستني خطوبة من برج الثور من برج الحوت. قولي مين عندك برج الجدي، برج الجدي اللي خانك وعمل لك عمل علاقة مع واحدة تانية وفي الاخر اكتشفتها وهي دي الصدمة اللي انت حياتك بتعاني منها لحد الان، صح؟ برج الجدي اللي ظلمك وخانك، في علاقة قديمة رجعت لك، العلاقة دي كانت انتهت من زمان يا برج الثور بس رجعت لك ودقت بابك تاني، صح؟ قولي مين عندك برج السرطان، مين عندك برج السرطان في حياتك؟ اهل بيتك انت يا برج الثور، اهل اللي هم اهلك، امك، اختك، اخوك، الله اعلم، هم اللي سحروا لك، انت شاكك ان هم اللي سحروا لك وهم اللي خذلوك، صح كده؟ قولي لحد امتى هتفضل انت كده، لحد امتى هتفضل محتار ومتضايق ومش عارف تاخد القرار الصح؟ ما انا شايفه لك انطلاقات جديده، ارمي بس الماضي انت ورا ظهرك، ارمي الماضي ورا ظهرك عشان تلاقي اللي انت مستني، تلاقي الحياه اللي انت مستنيها، تلاقي قد ايه انت انطلاقات. في ابراج كتيره جدا خذلتك، في ابراج كتيره جدا خذلتك، في ابراج كتيره جدا ظلمتك، في ابراج كتيره جدا ربنا ينتقم منها، كسروا نفسك، خلوا منك، ضاعت منك حاجات كتيره جدا في حياتك. انت مستني سفر للخارج وباذن الله هتحصل عليه الفتره القادمه باذن الله بفضل ربنا هتحصل عليه. الهم اللي انت شايله ده، الهم اللي انت شايله ده باذن الله ربنا هينطلق حياتك افضل، وهيبقى عندك رجوع لحقك الفتره القادمه باذن الله. دايما ركز على هدفك وركز على مستقبلك. تحياتي ليك يا برج الثور اللي ضاع منك ارميه ورا ظهرك. اهل الشريك مش سايبينك في حالك، اهل الشريك دايما بيخذلينك، دايما بيتكلموا عليك ودايما عايزين يكسروا نفسك. الناس اللي هم ظلموك ربنا ينتقم منهم، الناس اللي هم ظلموك ربنا ينتقم منهم. تحياتي ليك يا برج الثور، اتمنى ان حياتك الفتره اللي جايه تكون افضل وافضل.